هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ضيف وقضية. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام والتي تأتيكم مباشرة من قناة الوطنية نبحث في قضية الصحراء الغربية جبهة البوليساريو. إلى أين وصلت قضية الصحراء من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية؟ ماذا فعلت الأمم المتحدة من خلال مبعوثيها في الصحراء الغربية؟ إلى أين وصلت المشاكل العالقة بين المغرب وجبهة البوليساريو؟ نستضيف للحديث في هذا الموضوع السيد إسماعيل واليعقوب الشيخ سيديا وهو محلل سياسي ومتخصص في الشؤون الإفريقية. أهلا وسهلا بكم. كما نستضيف في الجانب الآخر السيدة نانا لبات الرشيد وهي كاتبة صحراوية. أهلا وسهلا بكم. لو بدأنا الحديث معكم نانا رشيد، إلى أين وصلت قضية الصحراء الغربية؟ الآن فيه مستجدات في الصحراء الغربية، فيه رئيس جديد، فيه الأمم المتحدة، فيه قضايا اتفاقيات اقتصادية، فيه ربما عودة ما يسميه البعض تخوف من حرب جديدة في الصحراء الغربية بين البوليساريو والمغرب. ما هو جديد الصحراء؟ طيب، شكرا. الجديد يمكن أن جديد كثير، لأنها يعني قضية لها أكثر من 4 عقود، وطبعا تطوراتها وأحداثها متجددة، أحيانا تكون متسارعة أحيانا تكون غير ذلك. لكن أهم ما يميز هذه المرحلة هو موضوع خرق وقف إطلاق النار الذي قام به المغرب على منطقة القرقرات التي تعتبر منطقة محررة، وهي الوضعية الآن التي تعتبر مأزق في مسار السلام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة منذ 1991، واحتمالات أو الاحتمالات الكثيرة الواردة لعودة فعلا الكفاح المسلح إن تم الوضع على ما هو عليه أو تأزم أكثر. شكرا. السيد محلل، أنتم كمحلل سياسي وأنتم موريتاني تتابعون الشأن الإفريقي، كيف ترون قضية الصحراء؟ هل هي مشكلة في المغرب العربي؟ هل هي عائق أمام التنمية في المغرب العربي؟ كيف تصفونها وأنتم محلل متخصص في هذه القضايا؟ شكرا على الاستضافة. قضية الصحراء هي سبب فشل الاتحاد المغرب العربي، لأنها يعني خلقت واقعا عسكريا وجيوستراتيجيا صعبا جدا. المنطقة منطقة كبيرة جدا تفصل بين موريتانيا والمغرب، المملكة المغربية، وكذلك تحد الجزائر إلى حد ما. وكان النزاع المسلح الذي بدأ في بداية السبعينات عند انسحاب المحتل الإسباني، وبعد اتفاقية في سنة 76 بعد الاتفاق الذي حدث بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة الإسبانية المحتلة السابق، بعدها يعني فتحت النار واستمر إطلاق النار حتى سنة 1988، يعني حوالي أكثر من 10 سنوات. ثم بعد ذلك يعني وقع اتفاق سلام رعته المينيرسو بين البوليساريو والمغرب. طبعا موريتانيا انسحبت بشكل مبكر من المنطقة التي تقاسمتها مع المغرب، ومنذ ذلك الحين والسكان المنطقة الصحراويون منقسمون إلى 3 أقسام. قسم تحت السيادة المغربية في الإقليم، أو على الأقل ما احتلت ما 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 تشكل الإدارة المغربية السلطة الوضع القائم فيه، وقسم في مخيمات اللاجئين بجنوب الجزائر، وقسم في الشتات. إذن هي قضية يعني قسمت شعبا، تقسم أحيانا الأب وأخاه، وتقسم الأب وابنه، تفصل بينهما حدود، يعني حدود معسكرة إلى حد بعيد تحرسها عشرات الآلاف من الجنود المغاربة والآلاف من الجنود الصحراويين في الجانب الآخر،
وقوات الميليشيا السورية المقدرة بالمئات. إذن هو صراع مسلح طويل الأمد، ويعني في حالة من اللا سلم واللا حرب، وحالة من وحالة إنسانية يعني قاتمة للاجئين الصحراويين بالمخيمات الذين طال عليهم الأمد وكثر عنهم السكوت في أروقة الحكم في العالم العربي والمغرب العربي، وهي بامتياز يعني قضية يعني خلقت واقعا ثقيلا في المغرب العربي، اتحاد المغرب العربي. جيد. أننا يقول خصومكم إن ما تسمونه خرقا لإطلاق النار في القرقرات هو محاولة منكم يعني الابتعاد عن الجانب السياسي بعد أن فشلتم في الجانب السياسي، تحاولون إدخال المنطقة في حرب لا ناقة لها فيه ولا جمل، الأمم المتحدة من يرسوم وجودة، أنتم تحاولون إذن إبعاد الأنظار عن فشلكم السياسي بدخول حرب مع المغرب. طيب أنا يهمني أني صحح بعض فقط المعلومات لأستاذ إسماعيل محلل السياسي. نعم طبعا، أنه وقف إطلاق النار، الحرب استمرت إلى غاية 91، هو تاريخ وقف إطلاق النار سبتمبر 91. اتفاق توقف إطلاق النار، أيضا وقف إطلاق النار من جانب واحد لا لا أبدا، لا وقف إطلاق النار اتفاقية 91. لا، السنوات الأخيرة من الحرب أساساً سميت حرب الاستنزاف. اتفاق وقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب كان 91 سبتمبر 91، بالتالي موثق الحرب ما بين المغرب والبوليساريو استمرت، يعني الحرب المسلحة استمرت 16 سنة. أيضاً في موريتانيا وجزء بين المغرب، فقط الحرب ما بينه وبين المغرب المسلحة استمرت 16 سنة، بما فيها يعني السنوات السنتين اللواتي قضتهم موريتانيا في خلال الصراع. وتسميها حربا مع المغرب؟ أقول أن المغرب لما احتل الصحراء الغربية سواء أثناء تطبيق الاتفاقية مدريد المشؤومة أو بعد اتفاق السلام مع موريتانيا استمرت الحرب 16 سنة. هذا يعني هذا واضح، لأن المغرب دخل طيب راح سأجيب. أيضا الانقسام الحاصل في الصحراويين يمكن أن نسميه انقسام، وإنما هناك احتلال فرق أو تفريق بالقوة، تفرق ما بين الصحراويين، فيه لاجئين وفيه من لا يمكن أن نعتبرهم تحت السيادة بهذا المصطلح، لأن السيادة لم تستتب بعد للمغرب ولا أعتقد أنها ستستتب له في يوم من الأيام، وإنما هناك حكم بالقوة. أما عن رأي الخصوم وعن فشلنا السياسي، المعركة التحرير الصحراوية بشقيها المسلح والسياسي السلمي إن صح القول بمختلف أساليبه الدبلوماسي الانتفاضة إلى غيره، كلها أوجه من أوجه النضال الصحراوي. الخرق هذا نحن لا ندعي على المغرب أنه خرق وقف إطلاق النار، وإنما فعلا المغرب عبر من خلال الجدار الذي يقسم الصحراء الغربية في منطقة ضيقة قريبة من الحدود الصحراوية الموريتانية في منطقة محررة تحرك فيها المقاتلون الصحراويون، تعدى هذه الثغرة التي على حوافها تحرس بعثة المنورسو اتفاق السلام ما بين جبهة البوليساريو والمغرب، تعداه لينشئ طريق يدعيه على أنه بوابة للمغرب نحو إفريقيا ونحو موريتانيا، واستتب من خلال هذا الطريق الذي تغاضت البوليساريو طويلا عن المرور به، استتب للمغرب دعاية مزعومة بأن هناك حدود مغربية وموريتانية أو أن هناك أصلا بوابة إفريقية، كل ما في الأمر أنه هناك الصحراء الغربية بشقيها المحرر والمحتل ويقسمها جدار ملغم يعتبر من أخطر جدران الموجود في العالم طولا وأيضا رعونة لأنه به أكثر من 7 ملايين لغم. وبالتالي لا يخيف الصحراويين أو الصحراويون خرق المغرب لوقف إطلاق النار، لأنه هم مستعدون دائما لكافة الاحتمالات وأهمها الكفاح المسلح، هذا ضمن أدبيات الجبهة وضمن
وضمن أيضا أجنداتها وضمن أطروحاتها أصلا في كل مرة. لكن أن يقال أن المغرب خرق هذه قالها حتى مجلس الأمن الدولي وقالتها الأمم المتحدة في وثائقه. كونوا خرق لا يعني ذلك أنكم ستدخلون حربا ومواجهة عسكرية مع المغرب. الجبهة البوليساريو أصلا جبهة قائمة على أساس الكفاح المسلح. هذا الكفاح مشروع لأن حركة التحرير وللتحرير دائما سبله، ولئن ركنت إلى السلام أو إلى سبل السلمية في فترة ما ذلك لا يعني أبدا حرمة الكفاح المسلح أو تخوفنا من شرعيته، لأنها دائما بأيدينا. الصحراويين لهم دائما خيار. لأن كي لا نغوص كثيرا في الجانب العسكري، أين توجد قضية الصحراء حالا سياسيا في أروقة الأمم المتحدة؟ هناك يعني بعثة للمينيرسو يسمها المينيرسو، بعثة مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار وتنظيم الاستفتاء، وهي يعني قائمة منذ 91 وتجدد لها العهدة كل 6 أشهر. ثم إن هنالك يعني مبعوثا خاصا للأمم المتحدة يعني هو أمريكي اسمه دينيس روس، وهو دبلوماسي محنك وكثير الأسفار. ويعني علاقته يعني بالمغرب شابها شيء من الجفاء، بحيث طرد المكون السياسي لبعثته قبيل زيارة بان كي مون للمخيمات اللاجئين وللمنطقة. ولكن بدأت الأمور تتجه إلى استنطاق جديد، خاصة بعد نهاية الحرب الكولومبية، اتفاق سلام كولومبيا. ظهر للعيان للسياسيين أصحاب القرار في جبهة بوليساريو وفي المملكة المغربية وفي الدولتين المراقبتين اللتين يعني معنيتان بشكل مباشر بصراع الجزائر وموريتانيا. يعني اتضح أن طول أمد الصراع لا يعني استحالة تحالي. ولكن اسمح لي أرد قليلا على الأستاذ النانا. الأستاذ النانا، نحن في موريتانيا خصوصا من المهتمون بالقضية نعاني من مشكلة مصطلحات يعني فادحة. أنتم في جبهة التحرير الساقية الحمراء ووادي ذهب لديكم مصطلحاتكم الخاصة بالصراع، مثلا بداية الصراع تسمونها الانطلاقة، ونحن نسميها في قاموس السياسي القديم موريتاني ما قبل الحرب نسميها حرب إعادة التوحيد، والمغاربة يسمونها المسيرة الخضراء. وما وراء العناوين هناك معاناة، أكيد أن هناك معاناة. الشعب الصحراوي شردته هذه الحرب. إن قلنا إن حرب إعادة التوحيد التي خاضها الجيش الموريتاني بعد اتفاقية مدريد ضد جبهة بوليساريو شردته، فهي شردته. نملك الشجاعة لقول ذلك، من بوجدور إلى الداخل نحن الموريتانيون شردنا الشعب الصحراوي. المغاربة أيضا شردوا الشعب الصحراوي من بوجدور إلى طنطا تقريبا. جبهة بوليساريو يعني هي حركة تحررية صحيح، حركة سياسية صحيح، حركة عسكرية صحيح، ولكن لعبة المصطلحات هذه نريد نحن القراء والمهتمون بالقضية سواء كنا من موريتانيا أو من المغرب الشقيق أو من الصحراء الشقيقة، يعني نريد أن نقرأ دائما ما وراء السطور، لأن الرسميات والعناوين هي للتجهيش الداخلي لكل المغاربة والصحراويين والموريتانيين، والقراءة الموضوعية دائما تصطدم بهذا الكلام. جيد إسماعيل، إسماعيل كان أجيب على سؤالي قبل أن تقدم هذه المحاضرة. لا، وجب تصحيح فقط. نانا 82 انضمت جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية إلى الاتحاد الإفريقي والوحدة الإفريقية آنذاك، خرج المغرب. 82 الملك حسن الثاني رحمه الله قبل بالاستفتاء. منذ 83 حتى الآن المغرب يمد يده لجبهة البوليساريو يريد استفتاء بعد يعني السينسو، يعني بعد الإحصاء وبعد القضايا ذيك. حتى الآن أنتم لم تقبلوا بالاستفتاء، لماذا؟ هل تخافون الاستفتاء؟ أستاذ إسماعيل. لا أريد أن يكون حوار بينكم وإسماعيل. لا هو ما فيه رد، لكن أستاذ إسماعيل محلل سياسي ومتخصص في الشؤون الإفريقية والقضية الصحراوية جزء منها. لكن مهما كان هو لا يمكن. لا محلل مستقل. نعم، لكن السهو أو عدم الدراية الكافية ببعض الجوانب الخفية والتفاصيل القضية الصحراوية، نحن
إذا كان بعض الموريتانيين يسمون أو الموريتانيين يسمون ما حدث تداعيات اتفاقية مدريد مقسمة للصحراء الغربية ما بين المغرب وموريتانيا يسمونها إعادة التوحيد، وإذا كان المغرب يسميها مسيرة خضراء نحن نسميها التحرير. مصطلح الذي أتيتم به مصطلح الذي أتيتم به أستاذة مصطلح عامي جدا متداول داخل المخيمات، ولا لكن فيه حل يمكن أن يرضي المعنيين بهذا، يرضي المتطلعون لمعرفة أكثر معرفة أكثر عن القضية الصحراوية، هو الرجوع للمصطلحات أو القضايا المعروفة دوليا وأمميا. الصحراء الغربية اسمها الصحراء الغربية في الأمم المتحدة، تعالج على أساس أنها قضية تصفية استعمار، واليوم بالذات تحديدا أو غدا يوم 3 أكتوبر ستبدأ نقاشاتها داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة من ضمن 16 إقليما التي وجب تقرير المصير فيها. الجبهة الشعبية بجبهة البوليساريو اسمها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية حمراء وادي الذهب، مخيمات اللاجئين اسمهم المخيمات اللاجئين جنوب تندوف ديك الاسماء الجزائر، الجزء المحتل من الصحراء الغربية اسمه الصحراء الغربية. نحن هنا لسنا أنا أصحح للأستاذ إسماعيل لأنه يوجه كلامه لشريحة أنت تجيبين على أسئلتي أنا طبعا، لكن هل لديك جواب أستاذ؟ طبعا ولدي تصحيح أيضا من خلاص التصحيح استمر لكم سيدي لأنه التواريخ هامة، إذا كانت بالنسبة لكم إذا كان بالنسبة لكم التاريخ متجاوز نحن التاريخ يعنينا. لا لا لما تجاوز التاريخ أحداثنا بالنسبة لي لما تجاوز الدولة الصحراوية انضمت إلى منظمة الوحدة الإفريقية 1984 والمنظمة الوحدة الإفريقية هي التي على أسسها تأسس الاتحاد الإفريقي وبخروج المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية سابقا نظرا لاعتراف الدول الإفريقية والمنظمة بالجمهورية العربية الصحراوية كانت الدولة الصحراوية والجمهورية العربية الصحراوية من ضمن مؤسسين الاتحاد الإفريقي ومن الموقعين على 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 مواثيقه. الذي يخشى الاستفتاء هو الذي يرفض إجراءه. بعثة المينورسو المعنية بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ومراقبة وقف إطلاق النار تجد صعوبة في استكمال وظيفتها، وما طرد المكون المدني الذي قام به المغرب مؤخرا بعد زيارة بان كيمون للمخيمات اللاجئين وتصريحاته بأن الشعب الصحراوي يعاني احتلالا وبأن اللاجئين الصحراويين آن لهم أن يعودوا إلى وطنهم المحرر والتي غضب منها المغرب وجيش لها مسيرات وعاد حتى شخص الأمين العام، طرد المكون المدني هو عبارة عن رفض لتنظيم الاستفتاء لأنه المعني بتنظيمه هو هذا الجزء من الجبهة مصرة على تقرير المصير، وبالتالي تقرير المصير لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الاستفتاء، وبالتالي الذي يخاف نتائج الاستفتاء هو المتعنت لرفضه. هو المغرب طالب مفاوضات مباشرة بين الطرفين؟ لا يبدو أنكم سيدي لستم مطلعون تماما على على الذي يطالب بالمفاوضات هي الأمم المتحدة من خلال لكن المغرب أعلن استعداده لهذه المفاوضات. والله إذا كان أعلنها ونحن لم نسمع بها المفاوضات متوقعة يعني استفتاء الصحراء تقريبا لا الصحراء. المغرب أصلا رفض حتى زيارة المبعوث الشخصي كريستوفر روس ممنوع حتى من زيارة المغرب، وسبق وأن طالب المغرب حتى بتوقيفه عن عمله كوسيط وكمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة الذي لديه مشاكل مع الأمم وجود المنيرسو يدل على وجود الأمم المتحدة في المغرب طبعا. يجمع السؤال أي سؤال؟ معضلة المغرب؟ سؤال قضية الصحراء في الكواليس الدولية الآن. هو شوف هو اشتغلت هناك مشكلة في قضية الصحراء الغربية، لديها مبعوثان دوليان أحدهما إفريقي اسمه جواكيم شيسانو ولا يحق له أن يطأ المنطقة التي المتنازع عليها خصوصا تحت السيادة المغربية إلا إذا انضم المغرب للاتحاد الإفريقي. الانضمام المغرب للاتحاد الإفريقي كلف الدبلوماسية المغربية سنوات من الأحادية ثم إنه ربما يكون بداية الحل، لأن وجود البوليساريو أو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تعترف بها 12 دولة إفريقية تقريبا أكثر ثم وجود المغرب والبوليساريو في الاتحاد الإفريقي
هذا يعني نكوص في السياسة الخارجية المغربية، وهو يعني مثل تقريبا النكوص الذي حدث في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، بعد أن ظل طويلا يسمي البوليساريو المرتزقة والإنفصاليين، ثم جلس معهم ووقع معهم اتفاق سلام. طيب جواكيم شيسانو سيجد أرضية صالحة، لأنه سيتوسط بين دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأفريقي يعني خاصة الأركان القوية الأنجلوفونية والشمال الأفريقية والفرانكوفونية، يعني هذه العواصم يعني تتوق مثل جوهانسبرغ وأبوجا تتوق إلى حل، لأنها تعترف بالصحراء، ثم إن الصحراويين يعني يكابدون من أجل تعجيل بالمفاوضات الغير مباشرة، لأنها يعني منهاست 1 2 3 التي تجلس تحضرها موريتانيا كدولة مراقب، يعني لا نتيجة فيها إطلاقا. الاستفتاء أيضا يعني لديه مشكل ديموغرافي، لأن الصحراويين الذين تم إحصاؤهم تحت الاحتلال الإسباني يعني زادوا بشكل كبير، والهرم السكاني مقلوب، ثم إن المستوطنين المغاربة الذين يسمونهم الصحراويين المستوطنين ويسمونهم المغاربة المواطنين، يعني هم يعني هذا في الصحراء في هم أكثر من الصحراويين المقيمين. الصحراء الغربية الجزء المحتل منها. لا حني. الصحراء إذن مشكل تحديد الهوية، يعني تحديد هوية جديد ما بعد 91 يعني سيكون مشكلا ثانيا، حتى ولو قبل المغرب عمليا بالاستفتاء، والواضح أن الحل السياسي سيمر عبر الاستفتاء لا شك في ذلك. ولكن الانضمام المغرب يعني الذي بات يعني شبه مؤكد، حتى انهم تحدثوا عن وثيقه مغربيه لسحب الاعتراف بالجمهوريه الصحراويه، نعم، والوثيقه التي يتطلب الحصول عليها 36 توقيعا، ويشاع انه وقعت عليها الدول يعني 28 دوله، وان من بينها من اسيء استخدام توقيع مثل ليبيا وغانا، يعني كل هذه الأشياء يعني تجعل الأنظار متجهة أكثر إلى أديس أبيبا من نيويورك. إذا نانا رشيد، نانا لبات رشيد، نانا المغرب يسترجع إفريقيا أو إفريقيا تسترجع المغرب على حساب جبهة البوليساريو، هذا ما يقال في المغرب، كيف تردون؟ يعني كلما كسب المغرب عضوا من الاتحاد الافريقي خسرت البوليساريو عضوا، القاعده اصبحت لا. المغرب فعلا هو دوله افريقيه، ومن حقه ان يكون ضمن المنظومه الافريقيه، لكن الاتحاد الافريقي تاسس والمغرب خارجه، لانه بسبب دخول الجمهوريه العربيه الصحراويه بفارق 32 سنة من الغياب. هذه منظمة جديدة ولها ميكانيزماتها، والدول الإفريقية فيها الكثير من التطور وغيره. ما على المغرب أو أي دولة إفريقية أخرى لم تكن في المنظمة مثلا جنوب السودان مؤخرا، ما على المغرب إلا التوقيع على الاتفاقات كي يدخل الاتحاد الإفريقي. ليس لدى المنظمة أي اعتراض، لكن ما راج من في الدعاية المغربية من أنه تم توقيع وثيقة لسحب الاعتراف من الجمهورية الصحراوية وحتى طردها، وما راج عن دخول المغرب بشرط خروج الجمهورية الصحراوية، هذا كله كان جعجع ضمن الدعاية، وسط الدعاية المغربية لا أساس له من الصحة. هناك ليست هناك دول إفريقية سحبت اعترافها بالبوليساريو. أنا أقول في خلال قمة كيغالي الأخيرة رواندا، المغرب ادعى بأن هناك 28 دولة وقعت لسحب عضوية الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي. ليس في قانون الاتحاد الافريقي اصلا ما يسمى بسحب العضويه من اي دوله، هناك قوانين تخول بموجب ثلثي المجموعه الافريقيه ان يتم هناك تعديل في القوانين، الا ان يجد المغرب 36 دوله من مجموع دول افريقيا تساهم بقوتها في تعديل القانون
وإلى أن يتم تعديل القانون وإلى أن يتم حتى تطبيقه سيكون المغرب بهذا جلس أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة إلى جانب الجمهورية العربية الصحراوية. هذا 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 الإيضاح. وإن كان لن يكون وإن كانت الحقيقة بأنه الجمهورية الصحراوية عضو في الاتحاد الإفريقي ولن تنتكس إفريقيا بعدما وصلت إليه من 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 تطور. بالنسبة لنا كصحراويين لا يخيفنا أبداً وجود المغرب في ضمن الاتحاد الإفريقي، لأنه وجود المغرب وطلبه يعتبر اعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية، وسيمكن مثل ما قال الأستاذ إسماعيل المبعوث الإفريقي الذي خول له الاتحاد الإفريقي أن يطأ المغرب الوساطة في الصحراء الغربية. ثم بعد نداء الملك الراحل حسن الثاني الوطن غفور رحيم خلت المخيمات من سكانها وباتوا يتنعمون في جنوب المغرب، وبقت المخيمات في جنوب تندوف أرضا بلا أهل، وتريدون الناس يعودون للمخيمات من جديد ويخوضون حربا وأنتم تعيشون هنا في فنادق. من أين نعيش وإحنا في الفنادق؟ هذا ما يقال. أعتقد أنه في مؤخرة أو في أعقاب سؤالك سقطت في هوية لا تصلح لصحفي على الأقل. أنا هنا صحفي تقييمي هو ليس هو موضوع الحلقة. لا لكن أنا طرحت سؤال. أنا أقول السؤال. طرحت سؤال. طرحوا خصومكم يقولون أنكم تعيشون بين. أتحدث عن السؤال وعن ذيل السؤال أو ما ذيلت به سؤالك. فقط لتكون فقط في سكة. نحن لا نعيش في أي دولة، نعيش في مخيمات اللاجئين الصحراويين. والمخيمات ملئها وجود الصحراويين فيها ليس كثرتهم أو قلتهم لا تعني أول شيء للمنظومة الأممية أنهم لا يغير من حقيقتهم إن كانوا لاجئين أو غير لاجئين. ليس نسبة ديموغرافية للمخيمات لا يطرح لها حساب أنهم كانوا لاجئين أو غير لاجئين. المغرب لديه دعاية مثل ما ذيلت به سؤالك المرة الثانية أقولها، لديه دعاية بأن اللاجئين الصحراويين مجرد مجموعة محتجزة تحتجزها ميليشيات البوليساريو، حتى أنه لما يقال اللاجئين الصحراويين في 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 أي برنامج يستاء المغرب. لهذا عمد فعلا على ما سميته أنت ما يقال الوطن غفور رحيم، وتمت هناك دعاية لعائدين من جحيم المخيمات. هذا بالنسبة لنا حديث متجاوزة، ما هي صلب الصراع ولا هي صلب الحقيقة. هناك لاجئين وهناك صحراويين يطالبون بحقهم في تقرير المصير، ليسوا فقط الموجودين في المخيمات وإنما الموجودين في المناطق المحتلة. وما الانتفاضة الجماهيرية المتأججة منذ 2005 إلا دليل على رفض الصحراويين للاحتلال المغربي. عشرات بل مئات المناضلين الصحراويين موجودين بالسجون والمعتقلات المغربية. الثورة الكبرى التي كادت أن تشتعل بسبب مخيم قديميزيك الشهير، ونزوح أكثر من 30,000 صحراوي إلى حدود المدينة المحتلة ومطالبتهم بتقرير المصير. القائمين على شؤون المخيم آنذاك موجودين في السجون المغربية، أدنى حكم 25 سنة ما بين المؤبد وال 25 سنة، وبالتالي عشرات الشهداء أيضا من ضحايا الانتفاضة. المناضلين الذين يتجولون في العالم دفاعا عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ضمن منظمات حقوق الإنسان. هذا كله تعبير عن رفض الصحراوي، ليس فقط الموجودين في المخيمات هم الذين يقودون قاطرة التحرير، بل الشعب الصحراوي بأكمله. بالتالي الدفاع عن القضية الصحراوية شأن جميع. إذن شكرا ضيفي على اليمين الشيخ سيدي بوليساريو، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في شمال موريتانيا لها رئيس رئيس جديد هو إبراهيم غالي بعد وفاة الراحل المرحوم بإذن الله محمد عبد العزيز. يقال إن الرئيس الجديد أقرب إلى الحرب من الرئيس القديم.
في هذه الخريطة كيف تنظرون إلى خريطة الصراع بين البوليساريو والمغرب في أثناء رئاسة الرئيس الجديد؟ أنا أعتقد أن إبراهيم غالي يعني هو رجل مخضرم، وأنه يعني تولى الشأن العام في بوليساريو منذ نعومة أظافره، لأنه كان أمينا عاما للجبهة قبل هذا. ثم انه ايضا يعني خدم دبلوماسيه صحراويه في اكبر سفارتين صحراويتين، واعتقد انه ترك له محمد عبد العزيز يعني رساله مشفره وغير مشفره باستخلافه في منصبه، وقد فهمت الجهات التنفيذيه في بوليساريو الامر يعني مبكرا، وكان يعني تراسه لبوليساريو تحصيل حاصل، وهذا يعني انه يعي الامر اكثر من غيره، فهو رجل عسكري ودبلوماسي وله حنك، ويعني زار المناطق التي تسميها بوليساريو مناطق محرره في امغالا وفي ميجيكو، زارها اكثر من مره منذ توليه داخل المنطقه. ثم ان التحرك السريع للناحيه للقوات بوليساريو نحو القرقرات، ويعني إخراجه للمقاولين المغاربة الغير مسلحين الذين كانوا يشيدون الطريق، يعني هذا دليل على أن الرجل رجل حرب بامتياز، ولكن يعني يمكن أن هو وجه رسائل مباشرة للمغرب، ووجه رسائل مباشرة للأمم المتحدة أنه داعية السلام وأنه مستعد للحرب، وهو الان يعني بوليساريو يعني في توصيات اخر مؤتمر لها يعني تركت الباب مفتوحا للحرب، لكن ابراهيم غالي لا يمكن ان يقرر الحرب في المنطقه اطلاقا، فالحرب يعني ليس مستقلا، لكي نكون واضحين، يعني قد لا يوافق الامر ضيفتك الكريمه، ولكن ابراهيم غالي يعني هو جزء من منظومه يعني تشكلت منذ 40 سنه اسمها البوليساريو، والبوليساريو يعني هي التي تتحكم في المخيمات بشكل قوي ومنظم، وهي التي تسيطر على الامر السياسي مع الامم المتحده، لان الامم المتحده تعتبرها يعني ممثلا شرعيا ووحيدا للبوليساريو. اطلاق الحرب يعني ليس بيد ابراهيم غالي، هو بيد المجتمع الدولي وبيد الجزائر وبيد موريتانيا، والدفع بعجله السلام يمكن أن يكون بعملية هنا وعملية هناك، ولكن الحرب ليست أمرا مطروحا، فالجزائر لها شأن يغنيها، ويعني تعيش مرحلة مخاض عسيرة على الحدود الليبية والحدود المالية وحتى في قصر لها مشاكلها، حتى بالرئاسة الجزائرية، يعني هناك عبد العزيز بوتفليقة يعني هو يعني رجل يعني صامت منذ سنوات، والجزائريون ينتظرون ما بعد بوتفليقة على حرة من الجمر، إذا كل هذه أمور تتحكم في إبراهيم غالي. إبراهيم غالي ليس حرا لإطلاق الحرب، ولكنه حر في الحديث عنها وحر في البحث عن السلام، ويعني يمكن أن تكون هنالك مفاجأة، لأن الكثير من جيل إبراهيم غالي من بوليساريو هم يعني رجعوا، مثل ايوب ومثل ابراهيم الدرويش، مثل ماذا تعني عبد الله البرزاني، يعني رجعوا الى المغرب وعادوا الى المغرب، ما يسميه المغرب العائدين ويسميه البوليساريو الخونه، ولكن كل هذه الاشياء يعني التي نرى في الاعلام يمكن ان يكون لها تاثير على مستقبل الصراع اكثر مما نتصور، لان اليد المغرب، لكي نكون يعني واقعيين، المغرب لا يريد حربا في المنطقه، المغرب دولة يعني تحب الاستقرار كثيرا، ولها مداخل كثيرة من السياحة، ويعني أي رصاصة وبعد بداية مع بواكر الربيع العربي أظهر المغرب مرونة كبيرة وقدرة على امتصاص الأزمات بقرارات السياسوية التي فتحت الباب يعني واسعا أمام النخبة السياسية، بحيث وجدنا الآن رئيس وزراء من الإخوان المسلمين في المغرب، وهذا كان شيئا يعني مستحيلا. إذن لا شيء مستحيل في المنطقة، ولكن الحرب لن تبدأ إلا لتخفت، لن تبدأ إلا لتنتهي، يعني ستكون خاطفة ومؤقتة،
ستكون على شكل عمليات. شوف حجم التسليح، حجم التسليح كبير جدا. سأعود إليك، حجم التسليح كبير جدا. سأعود إليك في هذه النقطة. إن أنا قال أستاذ ضيفي على اليمين فيه عائدين إلى المغرب، قلت يا خونة هل الذين كل الذين عادوا إلى المغرب هم خونة؟ وأضيف سؤال أيضا إلى الجيبين اللي فيك سنة. لا لكن انظر أستاذ زبير في تحليل دائما الأستاذ إسماعيل ومشكورا هو ملم فيه دائما ما يستوجب كما قلت الرجوع له واستسمحك، يعني لأنه إسماعيل يتحدث عن قضية مهما بلغ اطلاعه فيها يبقى نبقى على الأقل إن لم نشترك كل المعلومات على الأقل أفوقه في بعضها. قضية خيار الحرب بإمكان تفوقيني إني في بعضها، ولكنني أملك القول، أملك صحيح. الحديث عنها لا يتعني أن القضية قضيتها وأنت مجرد حر. أنا موريتاني حر مستقل وأنت وأنا صحراوية أعرف القضية. لا أنت حركية أنا مقيدة بقوانين التنظيم. لا طيب هذا واقعيين، هذا انضباط انضباط لكن تنظيم بوليزاريو لأن هي حركية وأنا لست من البوليزاريو. يعني هناك فرق بين البوليزاريو وجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. البوليزاريو دولة جدولية يعني. لا البوليزاريو هي يسموها في المخيمات يسموها التنظيم ولها سطوة على الفكر والسياسة وكل لا شيء. لا استاذ اسماعيل لا يمكن ان تقول انها سطوة لكن انضباط لا دكتاتوريين يعني. الموضوع ليس دكتاتوريين لا اقول دكتاتوريين ولا تنظيم البوليساريو. استاذ اسماعيل الموضوع ليس تقييم حركة جبهة البوليساريو ولا مكامن التغيير فيها والشدة والرخاء. انا تحدث فقط يهمني فقط تصحيح المعطى عندما يكون هناك معطى تاريخي يتحدث عن شخص معين وفيه حقيقة يجب الرجوع لها. ما تحدثتم عنه تقريبا وافق على جله ما عدا انه قرار الحرب ليس بيد البوليساري إبراهيم غالي. حتى لا أقول شخص الأمين العام جبهة البوليساري والرئيس الأخ إبراهيم غالي. جميل أنه قلت أنه البوليساري لها حكم جماعي ولها خيارات جماعية لأنه هذه ميزة لا يكون هناك حكم الفرد المطلق، لكن خيار الحرب بيد الصحراويين وحدهم بيد جبهة البوليساري وحدها هي من تقرر. بإمكان الجزائر أو بإمكان حد موريتانيا إيقاف هذا أو الحد من 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 شدته والحد من تداعياته لأنهم أطراف قوية ومساعدة وجيران للقضية الصحراوية، جيران للصحراويين ويعنيهم أمر الصحراويين بشكل أو بآخر. الجزائر بحكم أنها تحتضن جبهة البوليساريو وتحتضن اللاجئين وتدعم بقوة وبدون مواربة الجبهة خيار الشعب الصحراوي بصفة عامة لا تخشى فيه لومة لائم. بالنسبة لموريتانيا نحن نكاد نكون جزءا منها ومعنية موريتانيا بحل الصراع الصحراوي. بإمكان هاتين الدولتين فعلا وهاتين الدولتان حل القضية الصحراوية أو الحد من المآسي القادمة التي ينبع بها هذا المستقبل يعني وسيط نزيه عندهم وسيط أو ضغط أو ما سميه ما شئت. المهم أنهما معنيتان بالحرب كما هما معنيتان بالسلم والأكثر موريتانيا وبالتالي وضع اليد أو وضع يد قوية لمنع تداعيات الحرب أو منع نشوبها هذا ممكن أن تلعب في رأيي الخاص دور. لكن أن القرار يعني غير الصحراويين إطلاق هذا, هذا, هذا غير وارد نهائيا لأنه الخيار الحرب مأساوي فعلا لكن الصحراويين هم الذين سيختارون هذا كما اختاروه في سنوات صعبة ومريرة لم يكن لهم من سند أصلا ولم تكن لهم هذه العدة العسكرية التي حاولت أيضا أن تجعل من ردة شخص أو اثنين أنهما من جيل إبراهيم غالي الأمين العام وأن هذا بإمكانه أن يقود من الجيش الصحراوي الآن يحسب له حسابه موجود في الجيش الصحراوي موجود في المنطقة. إبراهيم حاتم محمد دولي سويلم وعبد الله البول يقولون أنتم عبد الله الدرويش وذاك اللي هو إبراهيم حاتم يعني والدرويش درويش عمر العاوني اللي تكلم الذي تحدث عند رحمة محمد عبد العزيز تكلم بشكل واضح وخاطب المغرب يعني في مقابله مع موقع 360 تكلم موقع ديوان الملك ايوه تكلم بشكل واضح عن وعد المغرب ان يفتح لا ما اقمنا مقاصد
على كل حال انا لم تتياهم هذه نقاشين بينكما. انا اطرح عليك سؤال. ما اقمنا مقاسي لصاحب اي راي. ما اقمنا، لكن لنا الحق في اتخاذ القرارات او في الحديث عنه. هذا الجانب الذي تحدث عنه الاستاذ اسماعيل نحن بالنسبه لنا زاويه ميته، لا نتحدث عنه، لا يغير، لا يغير. انا اتحدث عن هو ليس من البوليزاريو ولا انا لا تدافع عنه. انا تحدث مع الاستاذ اسماعيل او الحلقه على الاقل انا اتحدث عن رايه بالنسبه لراي الاستاذ اسماعيل او المعلومات التي قدمها الان او الاشخاص الذين سمعهم. بالنسبه لنا نحن شيء لا تاثير له في صراعنا. صراعنا هو صراع صحراوي من اجل التحرير مع المغرب الماضي. مع المغرب مرتدين وناس من الماضي. اسماعيل قلت ان البوليساريو السبب في عدم قيام المغرب العربي او انتهاء القيام العربي. الصراع على الصحراء الغربيه وليس البوليساريو. الصراع في الصحراء الغربيه كان من اسباب فشل ما تسميها فشل الاتحاد المغرب العربي. معنى المغرب العربي ما زال قائما. اين تضع هذا الفشل اللي هو فشل الحرب؟ او يعني لماذا كان السبب في فشل الاتحاد المغرب العربي؟ بارك الله. شوف سويت عشان عرضه. المغرب العربي ولد ميتا سنه 1989 وكانت الدبلوماسيه المغربيه هي التي تسببت في ولادته في مراكش. لكن محور الرياض الجزائر الرباط الجزائر ظل جافا حتى الحدود المغربيه الجزائريه ظلت جافه. اذا ما دام محور الرياض الرباط به جفاء الجزائر الرياض الرباط الجزائر به جفاء فلن ينجح المغرب العربي. اليد ممدوده من ليبيا وممدوده من موريتانيا وممدوده من تونس، ولكن محور الرباط الجزائر ما دام به جفاء فلن ينجح المغرب العربي، لان الدولتين يعني مجتمعتين تشكلان اكثر من 70 مليون انسان. اذا هي فضاء، اكبر الفضاءات المغربيه المغرب والجزائر، واكثر الانسجه الاجتماعيه تعالقات بين الشعوب المغرب العربي هي المغرب والجزائر، خاصه بالثقافه الامازيغيه والمذهب المالكي في المدرسه المالكيه في الفقه الاسلامي. إذن حتى الحدود مغلقة، الحدود بين الجزائر صحيح أنهما أن كل المواطنين المغاربة يدخلون بدون فيزا، ولكن يدخلون من أين أصلا؟ اللهم إلا بطائرة. وذرق رياضية. إذن المشكوت عنه في الصراع الصحراوي هو الصراع هو الجفاء بين المغرب والجزائر. طيب الصحراويون يعني ليسوا سببا، الصحراويون هم يعني لديهم حركة تحررية يعني لجأت بشكل يعني مفاجئ الى مخيمات تندوف، وفرت لهم الجزائر لاسباب تاريخيه، لان الجزائر لديها التزامات تاريخيه تجاه حركات التحرر. والجزائر يعني من ناحيه جيوستراتيجيه لا يمكن ان تسكت عن ما يحدث في جيرانها، رغم ان بوليزاريو تاسست في موريتانيا لكنهم قليلا ما صحراويون قليلا ما يتعرضون لهذا لاسباب بوليزاريو تاسست في موريتانيا يعني لماذا يعني نكتم ان البوليساريو تاسست في مدينه زويرات، كان مؤتمرها التاسيسي هناك. لا تكتمونه لكنكم لا تتحدثون عن كثيرا. وانها في سنوات الحرب الاولى ضد اسبانيا، وانها تاسست من اجل اخراج اسبانيا من الصحراء. موريتانيا وحاربتم موريتانيا؟ نعم ولدنا في تاسست الجبهه في موريتانيا. انا لا اؤاخذ. ووجدت المؤازره من الموريتانيين ضد اسبانيا حتى شبهت، لكن النظام لا لكن النظام الموريتاني في اعقاب هذا الكفاح مع اسبانيا وضد اسبانيا تقاسم الصحراء مع المغرب في اتفاقية مدريد. إذن البوليساريو ولد في موريتانيا حتى قوته شبه عضوها. يجب دائما الرجوع. الصحراء البوليساريو ما حملت السلاح تجاه ضد الموريتانيين، لكن النظام الموريتاني آنذاك تقاسم الصحراء في اتفاقية مدريد. هذه اتفاقية موجودة معروفة. خلاص الكفاء الدفاع عن النفس مشروع وتحرير الأرض مشروع. يجب دائما مراعاة الأسباب وعدم إلصاق التهم جزافا هكذا. كي لا نخوض في هذا الموضوع كثيرا، توما في البوليساريو كيف تفهموا والله كيف فهموا الناس تشبث الجزائر بكم دائما حاكمتكم الجزائر قالنا قابلتكم لي ذراع المغرب
سلطان مشبث به. هو يقول الاستاذ يقول لكم في اراضي، انتم تقولوا في اراضي محرره، هو يقول انتم في اراضي الجزائر. الاراضي المحرره ما ساكنين فيها، ساكنين فيها ساكنين الاراضي المحرره اللي طارين الشطارين لها. ايوا سوال الاراضي المحرره، الاراضي المحرره اللي قاعد يبني السكن، وكل واحد قد يقوم فيها عماره. الاراضي المحرره موجود بها الجيش الصحراوي، لكن في سنوات السلام هذه مؤخرا سكنوها الصحراويين، حتى لانها اراضي صحراويه في النهايه وفيها. لكن خلي دور الجزائر، خليها تعرفك وتقول لك الاراضي المحرره تقولها وما لاش ياك تود تفهم. نقول نقولها للاراضي المحرره، الاراضي التي اخرجت مدن فهم. الاراضي التي اخرجت منها القوات المغربيه بعد عمليات واحد بعد عمليات شهيرة. لا المدن الصحراء الغربية، الصحراء الغربية أصلا فيها أربع أو خمس مدن معروفة كانت مأهولة زمن حرب زمن استعمار إسبانيا. إسبانيا عمرت 84 سنة، ما هو شيء بسيط. والمغرب يسيطر على تلك المناطق لأنها هي الساحلية. المغرب لكن المغرب توسع، الاستعمار الاسباني كان يعني كان يعني بخيلا مع الارض جدا، لم يعمر كما كان الاستعمار الفرنسي الامريكاني ليس هنا طبعا، لكنه لم يكن بخيلا مع دول اخرى. الاستعمار لا يرجى منه خير اساسا مهما، ولا يمكن ان يكون هناك استعمار كريم، لانه الاستعمار اتى ليستغل ثروات الغير وياخذ خيراته. المغرب يهمه ما يمكن أن يستقطع من الصحراء الغربية، لهذا بنى الجدار الفاصل. ولكن أنتم المغرب، المغرب استعمار ولكنه عمر المدن. حنين يجوا للصحراء اللي يسموه أنتم الصحراء المحتلة ويسموهم الأقاليم الجنوبية، هي كذلك يا أستاذ إسماعيل، موجودة بها المناصر الصحراء الغربية. نحن بعد موريتانيين اللي نجوا نشوفوا ما تركوا مدننا، يعني هم عمروا الأرض، عمروا الأرض بالشكل اللي يعني هم واضح. هم سواء بنى مدن جميلة، بنى يقال أنه فعلا العيون بنى تلك المدن الجميلة والتي يظهر من زخرفها أنها جميلة. أول شيء ثروات الصحراوية المستنزفة كانت ممكن أن تجعل لو استغلها الصحراويون بأنفسهم أو تم استغلالها كما يجب، تجعل من الصحراء الغربية طفرة اقتصادية ومعمارية غير ما ترونها. لكن استاذ اسماعيل، استاذ اسماعيل الوطن او الارض لاصحابها يبنوها او يتركوها خلاء، هذا لا ليست هناك قوه تسلم بانه اذا لم تكن بامكانك بناء ارضك فليبنيها احد غيرك. هذا غير منطقي، غير موجود. وتحت ذريعه ان الشعب غير قادر على بناء نفسه أو بناء دولته تذرعت كل القوى الاستعمارية لدخول أراضي الغير. لكن أريد أن أنبه فقط أنه إذا كنت يا أستاذ إسماعيل ترى، أو الأستاذ زبير ترى بأنه فيه مدن جميلة، أريد أنا أن تخبرني عن مركز جامعي واحد من عند الداخلة إلى العيون. القويرة قالوا عنهم متكابدين، لا القويرة وراء ذلك ليست الطلاب الصحراويين بعد 40 سنة من الاحتلال. الطلاب الصحراويين يدرسون في أقادير ومراكش وعليهم قبضة من حديد. ليس هناك مستشفى واحد، عندما يضطر صحراوي إلى إجراء عملية زائدة دودية يغادر في سيارة أو في مروحية إلى أقادير. وهناك تنويم للصحراويين، وهناك ركود تام للصحراويين. بالتالي مدينة بالمقابل، هل في مخيمات تندو، في جامعات أو مدارس؟ شنو صفة التعليم في المخيمات الآن؟ مخيمات هل فيها جامعات؟ هو يقول أن في مدن جميلة. أعطيني مخيم فيه جامعة في العالم. ومع هذا الموجودين في المخيمات والدولة الصحراوية أسست يعني أنا أسست أنا للتعليم اللي في الجزائر تقرير اليونسكو الأمية رأيك ضعيفة أستاذ الزبير. الدولة الصحراوية في أفريقيا الدولة رقم واحد من حيث القضاء على الأمية، الدولة التي لا توجد بها أمية في المخيمات التي نؤسس فيها لدولتنا الصحراوية المستقبلية. أهم ما قضينا عليه
هو الأمية، وهناك فائض في 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 المؤهلين علميا وثقافيا، وايضا على حتى على المستوى الصحي. لا يتبعد نجبر الرواقيش في الزوارات قطعا يقيسوكم الدواء وشو مدرك. كان القبليه قضيتم عليها في المخيمات القبليه حتى الى درجه تحريمها، يعني القانون محرمه يعني بشكل في ادبياتنا وفي اخلاقياتنا. يعني قال هذا الفلانيين، نحن نقول القبليه جريمه وطنيه، انها باقيه في اذهان البعض، ان المغرب يستغلها من خلال سياساته العديده واشاعتها على اساس ان القبيله هي مطيه للتفرقه، مطيه لافراخ كل السلبيات الموجوده في المجتمع. رغم ان الاستاذ اسماعيل لا يوافقني دائما منظور قبلي اجتماعي. اسماعيل الشيخ سيديه قبلني ذلك الوقت. ما الموافق على اللي قالت نهائيا بين القبليه؟ شوف هم يقعدوا هم كحركه ثوريه. لا هم طبيعي ما يبقوها، قال هي خالقه. هذا خلق جعل مولانا شعوبا وقبائل ولا يقعد حد وقبائل. اهم الشعب من القبيله. مننا احنا بيهم قبائلهم قاع من الناحيه العدديه قليل. ما ميسري. اعطيهم مولانا عن قلت قبائل فيهم 10 والله والله يبعد انا منها. لا اكثر من ذاك، احنا نعرفهم احنا ان شاء الله. انا نعرف الا الشعب الصحيح. اسماعيل. تشبث الجزائر واندفاعها في احتضان بوليزاريو ذيك الساعة احتضنتها في أرضها وفي مخيمات وجبرت عليها ياس من المشاكل السياسية، باش تفسروا؟ نفسروا بعدة أمور. أولا الجزائر الحقها الحال من المعسكر الشرقي وبوليزاريو حركة تحررية. ثانيا بوليزاريو كانت عندها أي إن سي، منظمة أي إن سي لمانديلا، وكانت عندها حركة فتح وعندها التزامات تجاه الحركات الاخرى العربيه والافريقيه. ما تقدر تجاه انغولا وناميبيا اللي هي الجزائر والتيمور اللي هي الجزائر بس كانت تحتضن حركات تحرر، هذا تاريخي. والجزائر ايضا احتضنت حركات تحرريه، احتضنتها الدول مثل مصر والمغرب ايام الاستعمار الفرنسي. ايام الاستعمار الفرنسي اللي يعني طويل المدى. يعني الدوله الجزائريه من نفسها عندها تقليد هو دعم حركات التحرر، حتى حركات الزواد في الستينات كانت تدعم. طيب الجبهه التحرير الساقيه الحمراء وادي ذهب يعني كانت يعني في تندوف ولقيت يعني دعما مثل سائر حركات التحرر. من الناحيه الموضوعيه ما وراء الدعم ان الجزائر كدوله جار للصراع لا يمكن ان تسكت عليه. الجزائر احتضنت تكون محايده على الاقل، يمكن تكون محايده، يمكن تكون محايده. انت هل ترى ان مصالح الجزائر هي اكثر من بوليزاريو من المغرب؟ شوف بوليزاريو قال لا يمكن ان نتحدث عن مصالح جزائريه لدى البوليزاريو، ولكن يمكن ان نتحدث عن بعد جيوستراتيجي. اذا ما كانت المغرب يعني ما كانت المنطقه الصحراويه المتنازعه عليها منطقه الصحراء الغربيه تحت سيطره الجبهه جبهه التحرير الساقيه الحمراء في اتفاق سياسي مستقبلي او استفتائي او حكم ذاتي سميه ما شئت، يعني سيكون للجزائر صديق على المحيط الاطلسي بكل بساطه. على الاقل عنده الفوسفات يعني وعنده، لكن المسافه مثلا بين معادن الجبيليات في الجنوب مع اكبر خامات الحديد تقريبا في افريقيا، المسافه بينها وبين ميناء وهران 2000 كيلومتر، وبينها وبين ميناء العيون حوالي 800 كيلومتر. طيب من الطبيعي ان يجدوا صديقا ينقل لهم حديدهم على المحيط. ولكن المغرب في الوقت الراهن اهم بالنسبه للجزائر من البوليساريو. لأن المغرب دولة قائمة مستقرة منذ 9 قرون، والبوليزاريو حركة تحررية لاجئة، إذا الفرق شاسع. ولكن البوليزاريو إذا ما سيطرت على الأرض فإنها ستكون صديقا للجزائر. ثم إن الرواسب بين في العلاقات المغربية الجزائرية قبل البوليزاريو وأكثر من البوليزاريو، رغم أنها يعني نفسية أكثر منها سياسية، ولكن البوليزاريو زادتها بلة. انتم حركه لاجئه وهمكم بالنسبه لا يقول الاخ اكثر منكم بالنسبه للجزائر اهميه المغرب، وخلاص انتم الناس مخصرين علاقاتهم الاقتصاديه مع الناس دولتكم نفتصلوا معاهم بهم لا تخسروا مصالحنا على الاقل. لا تقولوا انا مثل ما يقول الشهيد روي، احنا دوله في المنفى انما لن نرضى عن هذا المنفى. النفي هذا جزء من كلمة نفي قدرنا، لكنه لا يعني تخلينا عنه. لكن أستاذ إسماعيل في مذكرة الراحل المرحوم المختار الدادة وفي مؤتمر تلمسان رحمة الله على والدينا وعليه تلمسان وطنجة ونواذيبو
ما بينهم هم الثلاثه رحمهم الله جميعا. حوالي مدين والملك حسن الثاني وطارق الدداه رحمهم الله. كانت فيه احتمال مطار الدداه وري مدين الملك حسن الثاني الجزائر والمغرب وموريتانيا رحمه الله. كان في هذا وارد في مذكرات المرحوم رحمه الله المختار الدداه انه المغرب لطالما عرض تقسيم الصحراء اما ما بين الجزائر والمغرب او ما بين الجزائر موريتانيا والمغرب وما بين موريتانيا يعني اما ثنائيه وثلاثيه. الجزائر دائما استندت الى الشرعيه الدوليه والى دعم الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، هذا حتى قبل تاسيس جبهه البوليساري. بعد ذاك الشعب الصحراوي المحتل اثناء استقلال الجزائر من طرف اسبانيا ويعيش ضعفا بسبب احتلاله، وايضا الاستعمار الإسباني في آخر أيامه وفرانكو في آخر أيامه، وكان يمكن من السهل الانقضاض مثلا لو أرادت الجزائر ذلك لفعلت مثل ما فعله المغرب. هذه أرض بقراءات المغرب أنه الشعب ولم تتشكل به بعد حركة التحرير. المغرب اعتقد أنه لوضعية الشعب الصحراوي ووضعية الاستعمار الإدارة الإسبانية أنه بإمكانه احتلال الصحراء الغربية في ظرف أسبوع والسيطرة عليها، وهذه قراءات خاطئة. لماذا مثلا لو أن للجزائر مصالح في المحيط الأطلسي وغار جبيلات خام الحديد مكتشف من زمن الاستعمار الإسباني، لماذا لم تفكر مثلا الجزائر بهذا الطمع وحتى تتقاسم الكعكة مع المغرب؟ بغض النظر سؤال مهم. بغض النظر عن معجلة بغض النظر لا لكن ان يعني كيف حنو قاضي غرق وبطل لا لا هذا دولة غنية لا هذا سلوقية. طيب هذه ما هي سياسة الجزائر؟ ما هي سياسة الدول. ثانيا دعم لجوء البوليساريو حركة التحرير الى موريتانيا اولا و طلب دعمها وتأسيس البوليساريو في الزويرات لمكافحة إسبانيا لا يعني هذا أن الجزائر كانت في نأي عن حد الشعب الصحراوي وقضيته إلى أن تتشكل مثلا حركة التحرير، وهذا إذا ربطناه بالمخلفات وبمخلفات حرب الرمال وبمحاولات التوسع المغربية حتى اتجاه الجزائر الجارة التي لم يكن لها غير سنة واحدة من خروجها من الاستعمار الفرنسي. الجزائر طبعا تتحمل عبء كبير فعلا في كفاحها في دفاعها عن الشعب الصحراوي، لكنها تستند الى الشرعيه الدوليه، تستند الى ان هذه القضيه مصنفه كقضيه تصفيه استعمار. يعني الجزائر ليست لديها اوراق مخلوطه او مغالطه في قضيه الصحراء الغربيه، وتستند ايضا الى انه فيه غيرها الكثير من الدول الوازنه التي مرت بحروب. كما طرح احتمال عنكم الجزائري عنكم داحسين السعيداني الامين العام FLN ما له قال له خليني من ذاك الصحابي. وطيب اذا قال خليني من ذاك شفت انا لكم خلاها لا انكم خلاص احنا ملينا من السعيداني من هؤلاء الناس. السعيداني لم ياتي بتصريح يمكن ان يفهم منه ابدا انه الجزائر ملت من دفاعها الصحراويين. الجزائر قبل أن يدرس يعني قبل سعيداني بعد من النخبة قبل ما معتبرين على سعيداني قاعد كلامه مهم اللي هو مولي في الحقيقة المشاهد الكريم سعيداني هذا سعيداني هو الأمين العام لجبهة التحرير الجزائري يا غير قد يعود جبهة التحرير ولدت أحزاب هي أصلا هي الحزب الواحد وركت إياها تبارك الله ما شاء الله لكن كل نهار تخلي حزب يا غير ملي. في الحقيقة سعيداني قال لأنه يفهم منه لكنه ما صرح بشيء هو قال خلي عنك يا قال له أنا ماني متحدث عن القضية الصحراوية وقال له قال أنا ماني متحدث عن لكن الجزائر لو فرض قريت عليها والله لا هي موجودة أنا اللي قريتها هو الجميع قرأ الغالبية قرأوها هذا بسوء ظن أو بحسنه. نحن فعلا هذا الأخ رئيس حزب جزائري لم يشكل لنا تصريحه هاجس من أي نوع. بعد ذاك مثل ما قلت لك الذي يفصل بين طبيعة الجزائر طبيعة نظامها الناتج بعد حرب مريرة مع الاستعمار الفرنسي طبيعة الإنسان الجزائري الذي كافح أكثر من 130 سنة ولا هي بسيطة
وجبهة التحرير التي كانت لها يعني انعكاساتها أدبياتها على الإنسان الجزائري التحرري بطبعه، المنافح عن الحقوق بطبعه، الفصل ما بين طبيعة النظام الجزائري وطبيعة الإنسان الجزائري، تشبث بهذه الحقوق وما تقوم به الجزائر من دفاع عن القضية الصحراوية فصل خاطئ. فصل خاطئ، لأن الجزائر كما قلت لك تستند إلى الشرعية الدولية وتستند إلى أنها دعمت حركات تحرير في نفس السياق الصحراوي إلى أن إلى أن إلى أن حلت قضاياها. إذا أنتم ماركتيها مدرك أنكم في البوليزاريو مستعدين لخوض حرب جديدة ضد المغرب. الوقت عاد قريب. طبعا أنا ماني كلام عود موضوعين. طبعا ماني أنا ماني المخولة يعني عسكريا على الأقل لأنه تكلم عنه، لكن اللي مقتنعين به لأن صحراويين كلنا أنه الحرب هذه يا ننتصر فيها يا نكون عبرة للساعين للتحرر. هذه حرب من أجل تحرير الإنسان وتحرير الأرض. ما ليت مونكاك شو شت صحراويين واضحة عندنا كلمة الحسنية شت صحراويين صحراويين عندهم صواريخ سام عندهم صواريخ سام ست اللي تتلب الحرارة والمغرب أصلا الحرب كسبها لا بالجو كسبها لا بالجو والمغرب عنده إفساز أسمعت يا غير الجزائر زقلت 3 مليارات من الدولار في السلاح والرواية لا خلقت تقد تقول عن جهتها مطنحه وعنها داخلتها هي المشكله اسمعت ثاني له الموريتاني من ناحيه الجيوستراتيجيه لا ادري لا قراءه صناعي خارجين اللي يقولون هم المناطق المحرره محرره هي متشاش في متشاش ما يقدروا هم يجوهم او لا دخلوا ترابنا احنا حدا تميم الشات مثلا من عند بدايه السيزيم مي ليه قاعد تخلوا انتم ترابكم يدخلوا خلها الربط هذا جدار خلقت جدار مال مغربي متضرر منها نحن احنا قاعد هذه المنطقه الحره وعندنا زوره نحن استاذ اسماعيل الحرب كانت قائمه ما بيننا وبين المغرب وما تضررت منها موريتانيا ممكن بكم اللي ما تضرر بكم الجوار ما يرجوه اذا كان هناك ضرر للموريتانيين فهو ضرر الضرر انهم صحراويين اشقائهم يعانوا من الحرب نتكلم لا من ناحيه تحليليه ماني قاعد نتكلم عن العلاقات هذاك بديهي هو نحن وانتم اشقاء عندنا 4 إلى 5 دقائق على الاكثر ولا انتم تطولوا الكلام حتى انا ينقال عنكم على كل حال فشلتوا في السياسه فشلتوا في العسكر وانكم يا موريتانيا المغرب متقاربين مفتوح بينهم طريق وان شاء الله التجاره المغربيه تجتاز موريتانيا في اتجاه مالي والسنغال وانكم انتم تحاولوا عن اختلاق مشاكل كذا اللي خلق السنه شهر الماضي وقضيه الناس اللي تحرب شمعنا شنو كانوا سجاريت والله رواية ما تترى كنت تحاول تخلقوا مشكلة ياك نجونا تخسروا علاقة موريتانيا بالمغرب شوف احنا ما نقع مراهنين علينا المغرب خسروا علاقات وقع مع حد يسوى هو منه لأن العلاقات اللي تعود مبنية ما بينه وبين دولة لا على أساس أنها انفقعت من المغرب احنا قاعدين ما هي استراتيجية عندنا أنا عن احنا ما نشتغلين على احنا ما أي دولة قاع احنا ما لنا اللي نفقع منه المغرب والله تفاقع هو نجو نحن مهبزين يا كان نعدلوا معها علاقات احنا نسعى للعلاقات مع دول ومع شعوب ومع انظمه مؤمنه هي بالشعب الصحراوي وقضيته وهذا على مبادئ وعلى اسس وقطعا ما عندنا حاجه قصوى ان نخلقوا مشاكل ما بين المغرب والجزائر على حده والله المغرب وموريتانيا على مشاكل اذاني بالنسبه لنا احنا موريتانيا ما لنا جابرين فيها غضاضه قاع كبيره إلين تخلينا نعود نكاية بها نخلقوا لها أي مشكل عقب ذاك إحنا ما لنا قاع مخلوقين لخلق المشاكل إحنا موجودين يا كنحلوا مشكل تحرير ترابنا هذا اللي سميته على إنه تهريب ولا الغير وأنا ما علمت به غادي يقول القويرة القويرة ما هي خالقة القويرة لا على المغرب يقول من طنجة إلى القوير والحمد لله جات القرقرات وجا القير هذاني ياك نعرف بعد عن القويرة لما يفي ولا فيه قاع نص تراب الصحراء كامل ولا هي ولا خارج قاع مغرب شنو رايك الفنان لا انا قالت فيه ياسر مش متعدل يا قير مال اللي تقع انتم بعد على كل حال جفلتوا لي نرى لي باري دكار يعني لو بيه يأخذ على اراضينا وكان يتخذ بيه يأخذ على اراضينا بلا وجه انتم منين خليتوا المعاويه ساعه
عن مستهلكين احنا منو كدولة استاذ اسماعيل هذا دولة خليك كمل هذه الثغرة لا خليك رالي تبغي يمشي عنك انت الثغرة اللي شوف رالي موريتاني وقفت التظاهرات الدولية اللي تمر بالأراضي الصحراوية المحتلة ولا تعدل فيها هذه يسعى لها المغرب لإبراز هذه الدعاية أن ذيك الأرض مغربية كيف أنتم عيتوا بالرغم من قناعتكم بالقضية الصحراوية ولا معرفتكم بها تتنساوا الشرعية الدولية تتنساوا المصطلح الأممي وتقولوا الأقاليم الجنوبية هي إن قالها لا الصحراء الغربية الدولية بين كثرتهم أنتم عندكم ميتة لا الصحراء الغربية عندهم ميتة أستاذ إسماعيل ذيك إن قالها لا الصحراء الغربية هذاك هو اللي تقول الفنان قال لك اسماعيل الثغره الموجوده في الري في 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 الربط يعني يقولوا احنا في الربط واللي هي الجدار العازل جدار المقسم الصحراء الغربيه كان يخرج منها الثغره هذه تركت فعلا هكذا لمرور الموريتانيين الصحراويين والعوائل العابرين يقولوا السنتو والعوائل العبارات العاميه ما هي الا بعد المعركه أما أن يستغلها المغرب لتثبيت حدود غير موجودة نهائياً ما بينه استغلها إعلامياً استغلها حتى اقتصادياً رالي واخذ يقولوا هذا ما هو الرالي إحنا نتكلم عن الرالي واخذ من الأراضي الصحراء الغربية اجتاز المغرب المغرب قال في التلفزيونات المغربية رالي باي دكار يجتازوا الأراضي المغربية قولوا أنتم وسائل إعلامكم رالي باي دكار يجتازوا الأراضي الصحراوية خلونا إحنا هذه الخيرات اللي نرى وإحنا في موريتانيا هذا ما هو بذي البساطة والسطحية لا حسدون لا والقاد أستاذ أنا ما قلت هذا جزء من يعني من مشاكسات أستاذ إسماعيل أنه يقول لك يعني هو عنده مخطط لا مشاكسته هو في الحديث لكن يعرف ما تحسدون يعرف 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 الرياضة البعد الرياضي استاذ اسماعيل ما هو السياحي قال استاذ اسماعيل خطا عدتك ما فهم بعد ترفي بخطاكم خلنا ما فهم بعد رياضي وانتظرني ما فهم بعد رياضي خلنا نختم الحلقة عن خطاكم يمر رالي صاحبه كل تلك الدعاية الإعلامية بالصحراء الغربية قال انه مر بالمغرب هذا في صالح المغرب الصحراويين انتوا وسائل اعلامكم يمروا من الارض كل ذلك الصحراويين انتوا عندكم وسائل اعلام ما تم قاع اتخاذ راي الصحراويين يا كانوا يمروا باراضيهم ولا ما يمروا باراضيهم هذا شيء اوتو يا قاعد رايهم باش هو شنو التاترات والوتات والطاير واخذين عقب نقبض راينا واخذين الارجنتين نجوكم انتم اقول هذا راي اليوم عقب نقبض راينا نحن ولا واخذوا لانه هذا راينا فاش رايكم فاش احنا هما اللي ما نقبض راينا انه كانوا يخرجوا لكم انتم ياخذوا المغرب هذا رالي من زمان يوخذ وخرجت الحرب ويوخذ من اراضي ياخذ من اراضيكم انتم اقول هذه في اذاعتكم انتم والله تلفزيونكم هذا اليوم يمر رالي باي دكار من الأراضي الصحراوية المحررة والمحتلة يقول المغرب إنه يمر بالأراضي ندخل أراضينا إحنا نقول ندخل أراضينا عقدة الرالي هذه لا كيف وقفة القرقرات إذا كيف الطريق هذا كان سبب في إيقاف رالي باري دكار باش يظهر معلومة أول وباش يظهر ملي لأنه ملي اللي متحكم في ذيك الأرض وذيك القضية وليالته يسول فيها لا صحراويين لأنهم هم لو كانوا يعني معلومة في الشرع أول مرة باري دكار توقفوا كان بسبب كل ذلك والله هذا ما فيه قاع لي عيبنا أصلا وقفناه ما لو أخذ من أراضينا بلا شرعية كان ناس تقول أنه وفقا ما هو لو كان ما توقف كان وكان ما توقف كان ليعود شرر الحرب أملي ما يؤخذ من أراضينا به اللي أرضنا وتوفوا لنا بايحين هذا إذن الناس استقلوا باري دكار توقف بسبب لا انا كنت ختاما كان بريزاري منع قلت على المدينه يشتغلوا احنا والمغرب ما تينا بيناتنا حدود وما حدا ما تشتغلوا احنا من الفاس اللي داخل يضيق عنكم منين تستغلوا نحن والمغرب ما تينا متحدين ما كنتوا متحدين حتى ما انه مستقلين هو يقدرون ياخذوا من بولن وارض انتم متحدين عمليين باش متحدين عمليين يقدرون ياخذوا من بولن وارض واحد الداخل المغرب سلطه تمر واقع احنا اللي قبل ما عندكم حدود يا السلطه هناك المغرب ما عندها مع حدود شوف لا ما عندكم مع حدود منين هي الحدود خارج الصحراء الغربيه بينكم احنا الارض تاخذ من عند بولن وارض واحد الداخل الارض المغربيه منين تمر من عند حدودكم انتم الموريتانيه سبت لا يجوز بعد السلطات المغربيه هي اللي تستقبل السكه الحديدي حتى في الدول الاستعماريه كامله لي حتى فرنسا كانت تتوقع هون لحد داخل موريتانيا ما حدها محتل الصحراء الغربيه واسرائيل دريك راعي هدفنا بيريز في القدس اثروا لاسرائيل كاع
أو نقولوا سلموا بهم نقولوا ذا الأمر الواقع. شوف القوة ما قطعت هي الحقيقة يا أستاذ إسماعيل. هذا شنو معنى سؤالك؟ شنو والله وقتهم وقتنا من طبعا قد نعطوا دقيقة لك الإعلان. والله كضافة تفضل تفضل عندك إضافته؟ لا لا عندي إضافة. لا في عجالة في ليزاريو هذه الدولة اللي قائمة في شمال موريتانيا يعني في جنوب عندها صراع مع المملكة المغربية في عجالة نضرب الناس بالكم تكون محللين كان هي كانها قاعة تشكل إضافة للمغرب العربي لو تم حصلت على الدولة السادسة الدولة السادسة يعني كيف تصف في عجالة؟ نعرف عن السقر الدول جغرافيا وماديا ما هو عيب. مزارع قطر في اثيوبيا وفي لندن اكبر من مساحة قطر من راس. وبوليزاريو اللي سيطرت على الصحراء الغربية فيها بطن فيها الحوت هي مريوقة فيها شيء. عودانها الدولة السادسة المغرب العربي انا شخصيا لا ارى على انه فيه مشكلة. يا غير مولي عودانهم واللي تعدى الكونفدرالية مع المملكة المغربية اللي لها 9 قرون قائمة ذاك مولي ذاته ولا طرح قائم هم كلهم عنده طرح وكلهم البوليزاري والمغرب كلهم عنده طرح. المغرب عنده الحكم الذاتي الموسع يقولوا وهم عندهم الحكم الذاتي مع الاستقلال. احنا عندنا لا طرح واحد حكم ذاتي احنا عندنا لا طرح واحد شنو وهو اللي مستند للحق المكفول لكل حد بوضعيتنا. احنا باغيين لا تقرير المصير يعني حكم ذاتي ما تبقون لا احنا قاع ما محال ما لنا متكلمين عن ذا اللي نبقوا احنا نبقوا لا عن نبغوا لا عن احنا هو المسؤول يا كاننا باغيين ندوروا عنا نحن صحراويين خاضعين للاستعمار من قرون كنا مع اسبانيا ودريك محتلنا المغرب ندوروا نحن الصحراويين نسولوا اش باقيين فرض باقيين هي تنضب للمغرب باقيين هي تقص كنا باقيين هي تنضم للمغرب ندورك تصير حنين انت قلنا لك على انه خالق قلنا لك عن خالق قلنا لك عن خالق حق مكفول قانونيا ان قال له تقرير المصير هذا اطرح تحته الخيارات اللي باقي انت واللي باقي مستعمرك واللي باقي ذاك الباقي يتحرر. يا كانك باغي الانضماء والله باغي الاستقلال والله باغي التجزئه والله باغي الكونفدراليه والله باقي حرية الا الباقي الخيارات الحق هذا هو احنا هما اللي مطالبين به ومستقتلين دونه لين تراو تعودوا تجمعوا ذاك اللي يدور منك الخيارات. احنا ما نجمعوا الشعب الصحراوي وسولوا هذا خيار الديمقراطيه اللي على لاش قائمه وكيف تختار رئيسك وتختار مندوبينك وتختار برلمانك اختيار اساسي احنا باغيين نختاروا تو. اسماعيل انت شنو كلمتك الموجهه للبوليزاريو وللمغرب ولموريتانيا والجزائر كمراقبين؟ المغرب اولا المغرب نقول اللي يتكلم بالعربي الله يتحسن لا بقيت المغرب انا كاع ما عنديش درس بيا اللي ماني سياسي اصلا ولا يعني عندي حكم لا في القضيه اللي نناقشوا نختار المغرب يدخل الاتحاد الافريقي ويتعامل مع الجمهوريه العربيه الصحراويه كشريك راك سمعتوا ذاك شبه من اللجوء ما وراء البحار ونختار البوليزاريو يعاد هذه حالة تجيش دائما صامكين به يقيموا عمارة والله يبردوا عليهم واللي يتعاطوا العافية مع الخلطة يقر يقنعوا به الجزائر أولا ويسعوا واللي كانهم كان الجزائر والمغرب يصطحبوا. أنا ما أقدر أعرف شنو الجزائر موريتانيا الصار أنا ما أقدر أعرف شنو موريتانيا الدولة الرسمية موقفها حياد إيجابي راك سمعتوا يا غير مولي انا بعد شخصيا كمواطن موريتاني نختار نشوف الاطفال الصحراويين يقراوا في مدارس موريتانيا والمعاهد الموريتانيه بدل من يقراوا في الجزائر وليبيا وايطاليا واسبانيا. بالنسبه لبعض اللي نقولوا عنهم اولاد عمنا وعنهم اخوتنا على الاقل نعودوا نعدلوها فعلا مثلا ما تعود. نانا شنو رسالتك للمملكه المغربيه الشقيقه؟ والله الشعب شقيق والله المغرب شعب شقيق بعد وما عندنا له رساله ما هو كون على انه شعب هو فات استقل
عن 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 فرنسا سنوات قطعا انه يعرف شنو معنى الاستعمار يعرف شنو معنى الارض والتشبث بها. وهذا الصحراويين هم والله هي المقارب اللي يعرفوا عنهم ما قط طاوها سابق 75 واللي يعرفوا عنهم ما عندهم بها رابط والله اللي يعرفوا عن دعاية من طنجة إلى القويرة ما أنزل الله بها من السلطان والله ملي يا ما هم جابين على عمقها ولا هم جابين على أحداثها ولا يعرفوها. وعليه وعليه أنهم لين يعودوا شعب يؤمن بحرية الشعوب ويؤمن بخياراتها لأنهم يسعوا مع الشعب الصحراوي لأنه يحقق هذا 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 المطلب. شعب صحراوي قايل أنت للشعب الصحراوي الموجود في لا يترجعوا شو المخيمات قايل لهم اللي هذا شوف ماني قايل له شيء أنا وإحنا الشعب الصحراوي اتفق على ذا الشعب الصحراوي فات من الظهر اللي مات له فات من الظهر وتوه اللي مات له لأنه لا يفتصل مع قضيته وتصل معه أجيال يخلوها لأجيال توف. وكيف قال لك الأستاذ إسماعيل كيف قال لك بين الأستاذ إسماعيل على إنه التوقيع هذا اللي في كولومبيا بعد 50 سنة من الحرب الحقوق ما يفصل معها حد لأنها طويلة والله قال أستاذك الموريتاني كدولة مراقبة. شوف موريتاني الله نقول إلا ذاك اللي دائما نقول ونعرف وحسن سواء كان للحياد إيجابي والله سلبي والله إحنا وموريتانيا واحد طال الدهر والله قصر. ايش قال الجزائر؟ الجزائر لا يعمرها راجل من هم عنده ولا الجزائر دونك تو موريتانيا واحد الجزائر لا يعمرها ما نخلصوا له عمرنا احنا مولي مولي عمركم ان شاء الله لما نحن وانتم واحد احنا اللي نعود بقيت هذا الباقي نروح انتم عمر المغرب عمر المغرب عمر ليبيا ما قلت انا قلت عن الجزائر عمرها ما قلتي خلينا خرين. اذا مشاهدي الكرام في نهايه هذه الحلقه التي هي أطول من الحلقات السابقة نظرا لأهمية الموضوع ونظرا لأنه من المبرمج أصلا أن يكون الضيف ضيفا واحد ولنا ضيفان الحمد لله في هذه الحلقة. أشكر باسمكم مشاهدي الكرام مشاهدي قناة الوطنية السيد إسماعيل والياقوب والشيخ سيديا وهو محلل سياسي متخصص في الشؤون الإفريقية وهو موريتاني. أشكركم كما أشكر النانا لبات رشيد وهي كاتبة صحراوية من مخيمات تندوف من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أهلا وسهلا بكم في قناة الوطنية. أشكركم مشاهدي الكرام وأشكر المخرج سالم الذي أشرف على هذه الحلقة. إن كان في العمر بقية نلتقي في حلقة قادمة. هذا عبد الله الزبيري وحيكم قناة الوطنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.